هؤلاء الناس كلها تركت أشغالها، تركت أعمالها وإجت لحتى تحصل بيدون أو بيدونتين مي لحتى تقدر أنه تشرب فيها. عالية يا أبوي، 48 تطلع في هالحر وتجي، أنا عمري 65 سنة، إيش نعمل؟ إجباري يا أبني. عدا الأعباء الاقتصادية، يعني أول شهر الخزان يعبونها ب5000، هسه كان صار ب20000. 20000 ومية غير نظيفة وغير صالحة للشرب أصلاً. إحنا أطفال الحسكة بدنا حل المي.